دونك السؤال الذي يطرح، هل الجيش الوطني الشعبي متواطئ مع هاد الناس اللي قروا انهم يقتلوا الشعب الجزائري؟ هل قيادة الجيش متواطئة وقابلة انه هاد الشرذمة تاع الكلاب المسعورة تاع الجوست يخليوها تحول الشعب من شعب تاع سلم الى شعب عنف؟ الإجابة سهلة. أنا أتوجه بنداء قبل أي نداء سياسي، أنا ولا قضية حربية، ونقولها مش دفاعية، قضية حربية. فعل القوات الفاعلة للجيش الوطني الشعبي أولا حل قوات القصف لما أثبت عنها بالفيديوهات باللي حاولت تلحق الشارع للعنف، إلقاء القبض على المدير العام للأمن الوطني، إلقاء القبض على بدوي حسب التعليمات الأخيرة اللي أصدرها عبر وزير الداخلية نتاعو، إلقاء القبض على وزير الداخلية وهذا قبل الجمعة. إن لم يتم هذا فعلى الشعب الجزائري تنظيم لجان دفاع مدني، تنظيم لجان دفاع مدني، تنظيم لجان دفاع مدني، حق للشعب أنه يدافع عن نفسه. يقولوا الرحمن مهبول، يقولوا يدعوا الفوضى. لا، أنا نطلب من الجيش يتدخل، كل ما يتدخلش وما يحلش القصف وما يدخلش القائد نتاع الشرطه للحبس، انه الشعب ينظم لجان دفاع ويراقب عناصر القصف اللي لابس كاغول واللي لابس توني تاع الشرطه، راقبوهم، حاصروهم، ارجموهم بالحجر، اقتلوهم، ادفنوهم، ما كانش هضره معاهم. هادو شردي ما تاع 200 شخص يحوسوا يشعلوا النار في الجزائر، يحوسوا يدخلونا في حرب أهلية. فدمهم حلال، فدمهم حلال، فدمهم حلال. إن الجيش والبغل تاع قايد صالح ما يتدخلش، حق للشعب أنه يدافع عن نفسه وعن الجزائر. فقط أسئلة مفتوحة مثلا. ألا يعتبر هذا سيد الرحماني من معروف الجوست؟ الجوست هذه انها فرقه تكون منذ سنتين وثلاثة اشهر، عندها تقريبا 28 شهر من تكونت، والعدد نتاعها ما يتعداش على 225 عنصر بما فيه القيادات. هذه الفرقه هذه راهي اينيكمون في الجي، سير الجي، لونتان تاعها في الجي، وهي مخدومه اينيكمون لمكافحه الارهاب والمهام الصعبه اللي تخص غير الانترفونسيون الارهاب. هل الشعب هذا السؤال مطروح شخصي وكل الجزائريين يعني باش يفهموا هذا لكن هذه السلميه تشوف فيها اداره الامن المديريه العامه للامن الوطني تشوف فيها ارهاب، خرجت لهم هذا الاخر. وفيه ملاحظه ثانيه سيد الرحماني، علاش لي زوردر يمدوهم غير كلكو سيرفيس اونيكمون الجي، ما مدوهمش لكافة عناصر الشرطة على مستوى الوطن ولا على مستوى ولايات الوطن؟ نجاوبك العامية، قرط ظلامات يشعل الفيلاج. القصف استعملتهم السلطة الشيطانية كقرط ظلامات باه يشعلوا البلاد. وانا واش طلبت واعيدها باش الناس ما تغلطش، واش طالب؟ لو غدوه انا طلب الطنقي يتدخل ينحي القصف،
وينحي مدير العام الامن الوطني ومعاه بدوي وزير الداخليه والتنفيذيه كاع، كل ما يتدخلش فعلى الشعب انه ينظم لجان دفاع وطني شعبي من اجل حمايه ولادنا. نخرجوا نتظاهروا، واللي تشوفوه من الشرطه ندير كاقول في وجهه ادفنوه سير بلاص بالحجر، ارجموه ونحيلو السلاح وعفسوه. لا يعتبر هذا دعوة؟ هذا الجيش تاع الشعب مش احترافي، هذا جيش مجهز من جميع الأسلحة جميع القوات ضد العدو، موجود شعب يستحيل نتقبلها كل يكونوا شي.